نعم، اهلا بكم من جديد. شكرا لك الزميله مها. ما زلنا مستمرين معكم في تغذيه مبادره مستقبل الاستثمار. اليوم شهدنا ايضا كذلك العديد من الجلسات، كان لدينا ايضا كذلك جلسه بمستقبل اقتصادي افضل شارك فيها خبراء من الامم المتحده، وايضا كذلك ما زالت الجلسات مستمره. قبل قليل ايضا كذلك هناك جلسه لمحافظ الهيئه العامه للاستثمار مشارك ايضا فيها، ايضا كذلك الجلسات مستمره. عوضنا ايضا كذلك على الجلسات القويه اللي شهدناها ايضا كذلك بالنسبه في جلسه امس. ايضا كذلك التحق معنا هنا من مبادرة مستقبل الاستثمار الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبد العزيز العنيزان. أهلا بك سيد عبد العزيز. حياك الله يا أخوي سلمان، صباحكم بخير إن شاء الله. أهلا وسهلا. اليوم كما تعلم المبادرة في يومها الثاني شهدنا أيضا كذلك العديد من الحضور الكثيف الشركات. ماذا يعني أيضا كذلك لكم أنتم القطاع المالي القطاع المصرفي هذه المبادرة؟ ما في شك المؤتمر وهذه المبادرة بحضور العديد من رؤساء الدول ورواد الاقتصاد في العالم، حضر تقريبا أكثر من 4000 مشارك من جميع أنحاء العالم. هذا يؤكد على أهمية دور المملكة الحقيقة في الاقتصاد العالمي، وما في شك البنوك لها دور في وهي المحرك الأساسي للاقتصاد يعني. نعم، أيضا كذلك كيف ترون أهمية هذه المبادرة أنها تجمعكم أيضا كذلك بشركات برجال أعمال بشركات؟ اليوم يرى البعض أن المبادرة هذه أصبحت منصة ربما لعقد الصفقات لعقد الشركات أيضا كذلك لتسهيل التقارب بالنسبة مع الشركات ومع القطاع المالي والمصرف اللي تعرف أنت كذلك أنه هو المحرك الرئيسي بالنسبة لأي عملية في الاقتصاد. ما في شك يعني توقيع أكثر من 25 اتفاقية تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار في مجالات مختلفة، مجال الغاز والنفط والتكنولوجيا، هذه تخلق فرص كثيرة، فرص حتى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفرص عمل، والبنوك أيضا للبنوك في مسألة تمويل هذه المشاريع. الآن تطور التكنولوجيا أصبح يعني الحقيقة له دور كبير في عملية تسهيل الحصول على هذا التمويل، وأعتقد أنه مثل هالمبادرات ومثل المشاركات الدولية مهمة جدا للاقتصاد المحلي، وإن شاء الله حتخلق فرص عمل بشكل كبير جدا في المملكة. جميل، وهذا أيضا كذلك يقودني إلى سؤال ربما كان في الفترة الماضية، وهذا أيضا كذلك سألت ضيفي عليه كان معي قبل قليل. ربما الماضي أيضا كذلك القطاع المالي كان يمول العديد بالنسبة من القطاعات، خلنا نقول التقليدية صح التعبير، اللي كانت تستثمر أيضا كذلك خلال الفترة الماضية ربما قطاع الطاقة النفط الغاز. كما ذكرت اليوم ربما أصبح عندنا قطاعات جديدة، ربما أيضا كذلك أن يكون القطاع المالي مشارك بالنسبة لهذه القطاعات زي القطاع التقني والتكنولوجي. ماذا يعني أيضا كذلك لكم أنتم في القطاع المالي خلق قطاعات جديدة، ربما أن السيولة المالية تتجه بالنسبة لهذه القطاعات والفرص والنمو فيها أكبر؟ خلال السنتين الأخيرة الحقيقة صار في تغيير في بعض التوجهات التمويل، وأصبحت هيكلية التمويل اختلفت عن التقليدية السابقة، سواء عن طريق الصناديق أو حتى عن طريق السندكيشن، وفي مشاريع كثيرة الحقيقة في المشاريع التقنية، وإحنا حتى ساهمنا فيها في بنك البلاد مشاريع كبيرة متعلقة في التقنية وتم تمويلها من خلال البنك. أيضا توجه الدولة الآن بخصوص والرؤية بخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة برنامج هيكلة برنامج كفالة بتساعد كثير الحقيقة في خلق الفرص للشباب السعودي انه يبدا في اعمال جديده يعني فيما يتعلق بالمجال هذا. نعم، ايضا كذلك هذا يقودني الى سؤال، ماذا يعني ايضا كذلك بالنسبه خلق قطاعات جديده بالنسبه في السوق السعودي؟ ماذا يعني ايضا كذلك انه قوه ومتانه الفرص الموجوده بالنسبه في الاقتصاد السعودي؟ كيف تقرؤون ايضا انتم كذلك بالنسبه اتساع هذه الفرص؟ اصبح لدينا اوعيه كثيره ربما للاستثمار، اصبحت لدينا كيانات كما ذكرت ناشئه وصغيره ربما ايضا كذلك تستثمر فيها البنوك وايضا كذلك تدعمها بكل قوه. ما في شك انه تنوع الاقتصاد يخليه اقل عرضه لتذبذب اسعار النفط، وهذه في صلب الرؤية الآن مسألة تنوع الاقتصاد وخلق فرص جديدة بالنسبة للاستثمار بتخلق فرص عمل جديدة. سعودة الوظائف الآن صارت بشكل واضح الآن، حتى نشوف مثلا الآن حتى في الوظائف كثيرة الحقيقة تم سعودتها، وهذه تخلي الدورة الاقتصادية تكون دورة محلية أكثر ما تكون مثلا التحويلات كلها خارجية بالنسبة للموظفين يعني. فأنا أشوف بالعكس أن هذه فيها الآن فرصة كبيرة للشباب انه يدخل في هالمجال هذا، وفي برامج حكوميه واعده وداعمه في هالمجال.
نعم أيضا كذلك بالنسبة إلى أهمية الشركات الأجنبية، ربما أولا أو خلال الفترة الماضية كانوا أيضا كذلك أنه شركات مع مؤسسات مالية خارجية، بنوك عالمية، أنها ترى فرصة كبيرة بالنسبة في السوق السعودي في المشاركة جنبا إلى جنب مع البنوك المحلية. ربما شاهدنا خلال الفترة الماضية أنه تغطية البنوك المحلية مع بنوك عالمية لبعض المشاريع العملاقة في القطاع أيضا كذلك التقني، كيف تكرون أيضا كذلك أهمية الشركات؟ التقنية هي المستقبل، والآن أصبح الوصول للمعلومة أصبح سهل جدا من ناحية اليوم التقنية، حتى من أنظمة المدفوعات العالمية أصبحت الآن عن طريق الإنترنت وكذا، فيجب أن الديجيتال بانكين هذا هو في صلب الآن التطور المصرفي. ويمكن حنا شفنا إعلان مؤسسة النقد عن أن ما عندهم مشكلة يشوفوا مسألة أنه يكون في ديجيتال بانكينج، يعني بنوك متخصصة فقط في الديجيتال، ولسهولة الوصول للفاينانس للتمويل وسهولة عمليات المصرفية. حبيت أذكر لك إحنا مثلا كنا في بنك البلاد من أول البنوك في الشرق الأوسط وفي المملكة طبعا اللي أطلقنا خدمة فتح الحساب الجاري من دون زيارة الفرع. جميل. عن طريق ربط مع 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 شركه علم وابشر، نظام ابشر، وهذه الحقيقه تسهل كثير، يعني وانت في مكتبك وانت في البيت ممكن تفتح الحساب وتؤدي عملياتك المصرفيه من دون اي زياره للفرع. جميل، وهذا ايضا كذلك يقودني الى سؤال التسهيل ايضا كذلك بالنسبه هذا للافراد واللي يحقق ايضا كذلك شريحه كبيره وانتقال وفائده وجدوى بالنسبه ايضا بالنسبه لقطاع الاعمال كاقتصادي كمصرفي بالنسبة، كيف تقرأ أيضا كذلك أهمية أنه تقدم تسهيلات أيضا إلى قطاع الأعمال قطاع التقنية الشركات الصغيرة والناشئة للاستفادة أيضا كذلك من هذه التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي في المملكة؟ ما في شك أنه البنوك داعمة في هذا المجال وكانت داعمة وستظل داعمة في هذا المجال. هذا طبعا لازم البنوك يهمها طبعا أنه التقييم الائتماني يكون جيد، ويهمها برضه استقرار هذه الشركات وأن تكون مبادرات يعني مبنية على أسس وفيها دراسات يعني جدوى جيدة. بالعكس البنوك هذا مجالها، وأعتقد أن البنوك داعمة في هذا المجال. هذا جميل. أيضا كذلك بالنسبة كان معي أمس محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، واللي أشار أيضا كذلك إلى أهمية التقنية وأن القطاع المالي في المملكة يشكل أيضا كذلك أهمية كبرى للمؤسسات العالمية والأجنبية، وأيضا كذلك باتجاه أنه التحول إلى التقنية. كيف تقرأ أيضا كذلك أنت أهمية بالنسبة التحول التقني بالنسبة في هذا القطاع ومواكبته أيضا كذلك للمؤسسات المالية العالمية؟ التحول التقني زي ما ذكرنا بيسهل تجربة العميل، واليوم اللي حينجح في المجال المصرفي يجب أنه يكون تجربة العميل تكون في صلب الاستراتيجية، وتجربة العميل تحسينها يتم عن طريق تسهيل خدمة العميل وهو بدون ما يعني عن طريق التكنولوجيا. جميل. إضافة تكنولوجيا جديدة، اليوم في منتجات كثيرة طرحت عن طريق التكنولوجيا الحديثة سهلت تجربة العميل، وأصبح الحمد لله يعني النمو اللي صار عندنا احنا في البنك نتيجة هذا الشيء، يعني كان في عندنا تركيز تحسين على تجربة العميل، وهذه ساعدت الحقيقة على استقطاب عملاء جدد وساعدت على تعزيز التعاملات الحالية مع عملائنا الحاليين، والحمد لله هذه كللت في نجاحات البنك في الفترة الأخيرة. نعم أيضا كذلك دعني أبقى معك أيضا كذلك في هذه النقطة، هي نقطة البنك البلاد. أولا نبارك لكم الأرباح الإيجابية اللي شهدنا الإعلان عنها، حدثنا أيضا كذلك بالنسبة عن هذا النمو الإيجابي بالنسبة في قطاع بنك البلاد، واللي أيضا كذلك ينعكس على القطاع المالي والقطاع المصرفي في المملكة بشكل عام، قوة ومتانة القطاع المالي، هذه الأرباح الإيجابية النمو المستمر اللي شهدناه على القطاع المالي منذ بداية العام، واللي أكد تقارير صندوق النقد الدولي بالنسبة لنمو القطاع وقوة القطاع المصرفي في المملكة. ما في شك القطاع المصرفي في المملكة من أقوى القطاعات الاقتصادية، وأيضا من أقوى القطاعات المالية في العالم، سواء من ناحية الحوكمة أو من ناحية التكنولوجيا أو من ناحية الخبرات المتراكمة، ومساهمة القطاع المالي في الاقتصاد السعودي الحقيقة ساعدت على 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 هذا النمو. والحمد لله احنا في بنك البلاد كان عندنا يمكن اعلنا نتائجنا الاسبوع هذا، وكانت يعني الحمد لله طيبه وتعكس الحقيقه ثقه عملائنا فينا وثقه المستثمرين في البنك.
نعم ايضا كذلك ابقى معك بالنسبه في نتائج البنك، ايضا كذلك بالنسبه الى زياده، ايضا كذلك بالنسبه اصول البنك، تنويعها، الصناديق الاستثماريه للبنك، وايضا كذلك بالنسبه كما ذكرنا في بدايه حديثنا، وايضا كذلك هو قطاع التمويل. عمل البنك خلال الفتره الحاليه بالنسبه على زياده وتعظيم ايضا كذلك الاصول جنب الى جنب مع كما ذكرت في بدايه حديثك وتسهيل بالنسبه لاستخدام التكنولوجيا في غالب خدمات البنك، عملكم ايضا كذلك بالنسبه على هذه الجوانب؟ نعم طبعا احنا صار عندنا نمو تقريبا في حدود 18% خلال الفتره المقارنه بالعام السابق، وهذه الحقيقه نتيجه ثلاث حاجات. اول شيء تطوير الخدمات الالكترونيه، كما ذكرت لك الدي جي اكاونت والتحديث حساب الكتروني كان واحده منهم، تحسين تجربه العميل، وخلق بيئه عمل جاذبه، لان يهمنا احنا راس مال البشري، وتطوير صحيح. راس مال البشري هو الاساس في العمل المصرفي. من ناحيه الاعمال وقطاع الاعمال كان عندنا تركيز الحقيقه على برامج الاسكان، سواء التمويل المباشر او حتى عن تمويل وزاره الاسكان وصندوق التنميه العقاري، وكنا الحقيقه من المبادرين في جميع المنتجات اللي طرحت، وكان عندنا نمو جدا ممتاز. ايضا برامج الادخار، وانا اعتقد انه الادخار ما زال ما عليه اي تركيز في المملكه، الان في توجه على الادخار، واحنا كنا من اوائل البنوك اللي طرحنا بعض البرامج الحقيقه الادخاريه، واللي ساهمت الحقيقه في النمو عندنا في البنك، وعندنا ان شاء الله بعض البرامج. المؤسسات الصغيره والمتوسطه هذا الحقيقه هاجس للجميع، واعتقد انه فيه تركيز عليه كبير جدا، وكما ذكرت مع برنامج كفاله واعاده هيكل برنامج كفاله، هذا بيساعد الحقيقه لدعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه. ايضا تمويل المشاريع النوعيه. تمويل المشاريع النوعية اللي ذكرتها فيما تفضلت، اللي هي مثلا مشاريع لها علاقة في تطوير التكنولوجيا أو على البنية التحتية أو مثل هذه. جميل، يعطيك ألف عافية الأستاذ عبد العزيز محمد العنيزان الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، شكرا جزيلا لك، كنت معي هنا أيضا كذلك من مبادرة مستقبل الاستثمار، تحدث أيضا كذلك عن قوة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة، أيضا كذلك ما يشكل أيضا كذلك هذا القطاع من قيمة قوية بالنسبة للمؤسسات والمالية الأجنبية، وأيضا كذلك ثقة هذه المؤسسات في هذا القطاع، واللي متوافق أيضا كذلك مع معدلات النمو العالية. نعم هذا كل ما لدي إلى الآن زميلتي، ما أيضا كذلك سنواصل معكم بالنسبة التغذية من مبادرة مستقبل الاستثمار. إليك معها.